بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثالثة شعبتي الأراضي وأمراض النبات وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثاني من المحاضرة التاسعة في مقرر فيسيولوجي نبات خاص، والتي بدأنا فيها بالتحدث عن نواتج الأيض الثانوي، وقلنا إيه هو المقصود بالأيض الثانوي، وقلنا إن عمليات الأيض الثانوي هي عبارة عن مسارات أيضية فرعية بتستخدم بعض المركبات الوسطية التي تنتج من عمليات الأيض الابتدائي اللي هو أيض الكربوهيدرات أو أيض البروتينات أو أيض الليبيدات في بناء بعض المركبات العضوية، والتي كان يعتقد قديما أن هذه المواد هي مجرد نفايات عديمة الفائدة بالنسبة للنبات أو قد تكون ضارة، لذلك فإن النبات يتخلص منها أو يقوم بتخزينها في سلة المهملات الموجودة في الخلية وهي فجوة العصارية، لذلك فإن البعض كان يسمي نواتج الأيض الثانوي هذه بمنتجات النبات الثانوية، لكن هذه تسمية خاطئة، حيث اتضح بعد ذلك أن معظم هذه المواد إن لم يكن كلها ذات أهمية قصوى بالنسبة للنبات، فمنها الهرمونات النباتية التي تؤثر على العديد من الاستجابات النباتية وتنظم نمو النبات، ومنها الصبغات ومنها الفيتامينات ومنها الفينولات والقلاويدات، لذلك فإن التسمية الدقيقة لمثل هذه النواتج هي أن تسمى بنواتج الأيض الثانوي وليس منتجات النبات الثانوية. واتعرفنا على أهم نواتج الأيض الثانوي، قلنا منها هرمونات وصبغات وفيتامينات والفينولات بأنواعها المختلفة والقلاويدات بأنواعها المختلفة، تأنينات والراتنجات والجلوكسيدات، وبعدين اتكلمنا عن أهمية نواتج الأيض الثانوي، ثم انتقلنا بعد ذلك لشرح أول مجموعة من نواتج الأيض الثانوي ألا وهي التربينات. عرفنا التربينات وقلنا إن هي عبارة عن مركبات هيدروكربونية تشبه الدهون، يعني بتتكون من سلاسل هيدروكربونية يختلف طولها من تربين إلى آخر، لكن هذه السلاسل بتتكون من وحدات صغيرة متكررة تعرف بوحدات الأيزوبرين، وقلنا إن كل وحدة أيزوبرين بتتكون من 5 ذرات كربون، وتعتبر وحدة الأيزوبرين نصف تربين، أي لكي يتكون تربين أحادي لابد أن تتكون وحدتين من الأيزوبرين ويرتبطان معا فيكونان مركب به 10 ذرات كربون، ده نطلق عليه تربين أحادي. أيضا لكي يتكون تربين ثنائي لابد أن تتكون 4 وحدات من الأيزوبرين ويرتبطوا معا لكي يكونوا تربين ثنائي مكون من 4 وحدات أيزوبرين أي به 20 ذرة كربون، وهكذا. ثم انتقلنا للتعرف على أنواع التربينات المختلفة أو أقسام التربينات المختلفة، سواء الهيموتربينز اللي هو نصف تربين، والمونوتربينز اللي هي التربينات الأحادية، والدايتربينز والترايتربينز اللي التربينات الثلاثية، والتترا تيربينز اللي هي التربينات الرباعية، والبولي تيربينز اللي هي التربينات العليا أو التربينات العديدة. ثم انتقلنا بعد ذلك لشرح البناء الحيوي للتربينات المختلفة على مخطط بسيط وبأسلوب بسيط، وفي هذا الجزء إن شاء الله سوف نبدأ في شرح أقسام التربينات المختلفة بشيء من التفصيل المبسط، وهنبدأ بشرح التربينات الأحادية. التربينات الأحادية كل منها يتكون من اتحاد وحدتين من الأيزوبرين، فبيصبح التربين الأحادي في 10 ذرات كربون، وأمكن عن طريق استخدام النظائر المشعة باستخدام C14 اللي هو الكربون المرقم تتبع التفاعلات الخاصة لتكوين المونوتربين، بداية من البريكورسور اللي هو وحدات الأسيتيل كو إيه حتى تكوين حمض الميفالونيك، ثم بناء الأيزوبنتين البيروفوسات اللي بنختصره بالآي تي بي، ثم الجيرانيل بيروفوسات، وجيرانيل بيروفوسات ده اللي بتكون منه التربينات الأحادية بمختلف أنواعها سواء المفتوحة أو الحلقية، علاوة على أن التربينات الأحادية تتحول إلى بعضها البعض بسهولة زي ما انا هوضح على الرسم اللي انا جايبه عندي هنا. فانا عندي هنا بيقول لي مركب الجرانيل بيروفوسفات ممكن يتحول من خلال 4 خطوات وسطية الى مركب البيبريتينون. الخطوات الوسطية دي غير معروفة على وجه الدقة، لكن بيتحول الجرانيل بيروفوسفات بمنتهى السهولة من خلال هذه الخطوات الى مركب البيبريتينون، وهو عبارة عن تربين احادي بيتكون من 10 ذرات كربون، ذرة الكربون الاولى بتبقى مرتبطة بذرة تانية هنا، يبقى كده عندي 2 هنا 3 4 5 6 7 8 ونرجع نكمل 9 10، بيكون من 10 ذرات كربون فهو تربين احادي. هذا التربين الاحادي
لو تم اختزاله بإضافة ذرتي هيدروجين إلى ذرة الكربون رقم واحد ورقم اثنين، هتتفك الربطة الزوجية دي ويتحول إلى البوليجون، ده تربين تاني. وهذا التربين إذا تم اختزاله بإضافة ذرتي هيدروجين لذرة الكربون دي ودي، هتتفك الربطة الزوجية ما بينهم ويتحول إلى تربين آخر اسمه المينيسون. المينيسون ده برضو لو تم اختزاله بإضافة ذرة هيدروجين إلى ذرة الأكسجين الموجودة على ذرة الكربون رقم 3 هنا، هتتفك الربطة الزوجية وتحول الأكسجين إلى هيدروكسيد، ويتحول بكده المينسون إلى نينسول، وده تربين أحادي آخر. الشريحة التانية دي بتعرض لي برضو بعض التربينات الأحادية، سواء المفتوحة أو اللي بتكون لي حلقة واحدة أو اللي بتكون حلقتين. هناخد منهم التربينات الأحادية المفتوحة وأحادية الحلقة، ونشوفهم بيتحولوا لبعض إزاي علشان أسهل عليك، بلاش اللي هي ثنائية الحلقة دي لأنها شكلها هيكون يعني صعب بالنسبة لك يعني. فده عندي تربين أحادي مكون من 10 ذرات كربون اسمه السيترال، هو من التربينات الأحادية ذات الحلقة المفتوحة، ممكن يتحول إلى تربين آخر من التربينات الأحادية اللي هو الجيرانيول، وده بيتم عن طريق اختزاله بذرتي هيدروجين، إحداها تضاف لذرة الأكسجين هنا تتحولها الـ OH، والأخرى تضاف لذرة الكربون فيتحول COH إلى CH2OH، وبكده يتحول السيترال إلى جيرانيول. الجيرانيول بعد كده ممكن يتم اختزاله بإضافة ذرتي هيدروجين لذرة الكربون رقم 1 وذرة الكربون رقم 2، فتتفك الرابطة الزوجية اللي كانت موجودة ما بينهم ويتحول إلى سيترونيلول. نشوف بقى بعض التربينات الأحادية اللي هي بتكون أحادية الحلقة زي ليمونين. الليمونين زي ما أنا شايف تركيبه هنا هو حلقة سداسية ومرتبطة بأربع ذرات كربون أخرى، فبيكون من 10 ذرات كربون وفي رابطة زوجية هنا ورابطة زوجية هنا، فممكن إن هو يتم اختزاله بإضافة أربع ذرات هيدروجين ثم ربطه بالهيدروكسيل عشان يتحول للمينسول. زي الكلام ده، في الاول يتم اضافة ذرتي هيدروجين على ذرة الكربون رقم 1 و2 فتتفك الربطة الزوجية دي، وبعدين تضاف ذرتي هيدروجين لذرة الكربون دي ودي فتتفك الربطة الزوجية ما بينهم، ثم يتم ربط ذرة الكربون اللي هنا بمجموعة هيدروكسيل فيتحول ليمونين الى مينسول. بعد كده المينسول ممكن يتحول الى ثيمول عمل عملية اكسدة، وذلك بنزع ذرات هيدروجين من على ذرة الكربون رقم 2 ورقم 3 فيكون ربطة زوجية ما بينهم زي ما هو باين عندنا، وبعدين بذرة الكربون رقم 4 و5 يتنزع من على كل واحدة فيهم ذرة هيدروجين فتتكون ربطة زوجية ما بينهم، وبعدين تتنزع ذرة هيدروجين من على ذرة الكربون رقم 6 ورقم 1 فتتكون ربطة زوجية ما بينهم، وبكده يتحول المينسول إلى ثيمول. ننتقل بعد كده إلى التربينات اللي بنسميها السيكو تيربينز، اي تربين مرة ونص، والتربينات دي بتحتوي على ثلاث وحدات من الايزوبرين، يعني بيبقى فيها 15 ذرة كربون، ودي قليلة الوجود في الطبيعة، من امثلتها الفرميسول، وبيعتبر من اهم المركبات اللي بتدخل في تركيب الزيوت العطرية لازهار الزنبق والليمون. اما الصورة الحلقية من السيكو تيربين فهي عبارة عن حمض الابسيسي، وده من الهرمونات النباتية الهامة، واللي بيعتقد ان هو بيخلط مباشرة من حمض الميفالونيك اللي هو احنا شرحنا خطوات بنائه في الشريحة قبل السابقة، وممكن يتكون من خلال هدم صبغة الزنسين وهي من الكاروتينات وتحديدا الزنسوفيلات. لو لاحظت عندي هنا انا جايب لك التركيب البنائي لحمض الابسيسيك، هو يعني يعتبر من السيسكو تيربين ذات التركيب الحلقي، لان في حلقه اي في البدايه اللي هي بتكون الراس وده الديل، وهذا الحمض مكون من 15 ذره كربون، يعني بيتكون من تكاثف ثلاث وحدات ايزوبرين. ازاي الكلام ده؟ وضح لي، هوضح لك حاضر على التركيب مش عادي كده. دي حلقه سداسيه هنا شايفها قدامي، بتبدا بذره كربون رقم واحد اللي هي النقطه دي، وبتبقى مرتبطه بذرتي كربون في الفرعين هنا، تمام؟ المكونه معاهم بالربطتين دول، فكده يبقى عندي ثلاث ذرات كربون، وهنا الذره الرابعه، وهنا الذره الخامسه اللي مرتبطه بذره اكسجين بربط زوجي، والذره السادسه، هنا ذره كربون السابعه، وهنا الثامنه، وهنا موجود التاسعه اللي هي مرتبطه بالاو اتش، وهنا تبقى موجوده ذره الكربون رقم 10، هنا رقم 11، هنا رقم 12، دي رقم 13، هنا 14، وهنا 15، اللي هي مكونه مجموعه الكربوكسيل، لانها مرتبطه دبل بوند بالجين، ورابطه فرديه مرتبطه بالايدروكسيل. بعد كده هننتقل للتربينات الثنائيه، والتربينات الثنائيه هي اللي هيكلها بيحتوي على اربع وحدات ايزوبرين، يعني هيكلها الكربوني مكون من 20 ذره كربون، ومن اهم المركبات التابعه للتربينات الثنائيه
كحول الفيتول والجبلين. نتكلم الاول عن الجبلين. الجبلين ده عباره عن مركب ثنائي الكربين، يعني بيكون من 20 ذره كربون. واول ما اكتشفوا منه اكتشفوا حمض الجبلك اللي هو بنختصره باختصار GE3، تمام. احنا قلنا ان هو مركب ثنائي التربين، يبدا بناؤه بتكاثف ثلاث جزيئات من الاسيتيل كو اي مع بعض بنفس الطريقه اللي قلناها قبل كده عشان يكونوا حمض الميفالونيك اللي فيه ذره كربون. ازاي؟ بيرتبط الاول جزيئين من الاسيتيل كو اي مع بعض يكونوا مركب الاسيتو اسيتيل كو اي. بعد كده الاسيتو اسيتيل كو اي بيستقبل جزيء ثاني من الاسيتيل كو اي علشان يكون حمض الميفالونيك اللي فيه ست ذرات كربون. حمض الميفالونيك بعد كده بيتحول الى وحدة ايزوبرين عن طريق اكسدته لنزع ذرة كربون منه تخرج كسور CO2 ونزع جزيء مية. الايزوبرين بعد كده بيتحول الى ايزوبنتينيل بيروفوسات اللي هو بنسميه الايزوبرين النشط، وبعدين تعاد نفس الخطوات تاني لتكوين وحدة ايزوبنتينيل بيروفوسات تانية اللي هي هتتحول بعد كده لدايميثايل الين. فهيبقى عندي جزيئين، واحد ايزوبنتينيل بيروفوسات وواحد دايميثايل الين بيروفوسات. لما يرتبطوا مع بعض كل واحده فيهم فيها خمس ذرات كربون، فلما يتحدوا مع بعض هيكونوا له مركب جيرانيل بيروفوسات اللي هو هيبقى فيه 10 ذرات كربون لان نتج من اتحاد وحدتين ايزوبرين مع بعض. وتعاد نفس الخطوات تاني مره تانيه لتكوين جزيء اخر من الجيرانيل بيروفوسات علشان يبقى عنده جزيئين منه يتحدوا مع بعض ديل لديل زي ما انا قلت ويكونوا له مركب جيرانيل بيروفوسات اللي هو فيه اربع وحدات ايزوبرين، يعني هيبقى فيه 20 ذره كربون، واللي منه هتبنى التربينات الثنائيه المختلفه ومنها الجبلين. فبيتحول الجيرانيل بيروفوسات الاول الى مركب الكاورين، وبعد كده الكاورين يبقى ذره كربون تحول الكاورين فيه 19 ذره كربون اللي هو بعد كده بيتحول لحمض الجبلك اللي هو بنقول عليه جبلين وبنرمز له بالرمز GE3. على فكره الجبلينات في منها انواع كثيره جدا، يعني اللي تم اكتشافه لحد الان يتجاوز 65 نوع من الجبلينات بتختلف عن بعضها اختلافات بسيطه، لكن كلها بتتفق مع بعض في انها تربينات ثنائيه، يعني هيكلها الكربوني مكون من 20 ذره كربون. اما بالنسبه لكحول الفيتول، فكحول الفيتول هو من التربينات الثنائيه اللي هي بتحتوي على اربع وحدات ايزوبرين مرتبطين مع بعض ومكونين هيكل كربوني يحتوي على 20 ذره كربون. وكحول الفيتول بيبقى عباره عن سلسله مفتوحه، يعني ما بيكونش تركيب حلقي، وبيبدا من ذره الكربون دي اللي هي CH3 وينتهي بذره الكربون الاخيره دي اللي هي المفروض بتبقى CH2OH، يعني هنا CH2 مرتبطه بOH كمان، بس علشان ارتبط بحلقه البوفرين بيفقد الOH وهنشوف الارتباط ده بيتم ازاي دلوقتي. لكن لو عدينا ذرات الكربون اللي فيه هنلاقيهم 20 ذره كربون اللي هو الجزء اللي انا محدده ده داخل المستطيل. طيب وحل الفيتول ده اهميته ايه؟ احنا عرفنا ان هو مركب ثنائي التربين بيكون من سلسله مفتوحه هيكله كربوني فيه 20 ذره كربون، بيدخل في بناء الكلوروفيل ازاي؟ بانه يرتبط بحلقه البورفيرين. والارتباط هيتم ازاي هحدده، بس الاول اعرفك حلقه البورفيرين عباره عن ايه. حلقه البورفيرين دي اللي انا محددها داخل الشكل الرباعي المربع اللي انا عامله ده، كل دي اللي انا همشي عليها بالمؤشر عباره عن حلقه البورفيرين. حلقه البورفيرين دي بتتكون من اربع حلقات صغيره بتسمى بحلقات البيرود. تاني حلقه البورفيرين اللي هي الحلقه الكبيره اللي انا محددها داخل المربع ده، كل دي اسمها حلقه بورفيرين. وحلقه البورفيرين بتتكون من اربع حلقات صغيره بتسمى بحلقات البيرود، وكل حلقه فيهم بيبقى فيها ذره نيتروجين. نشوف الكلام ده ازاي علشان نفهمه، لان الفهم كويس جدا. دي حلقه البيرول الاولى هي اللي انا بحددها بالمؤشر، حلقه البيرول الصغيره الاولى اللي هي بتحتوي على اربع ذرات كربون وفيها ذره نيتروجين، تمام. حلقه البيرول الثانيه اهي زيها بالظبط، اربع ذرات كربون وذره نيتروجين. وهنا حلقه البيرول الثالثه اللي انا بحددها بالمؤشر، وهنا حلقه البيرول الرابعه. يعني اذا حلقه البورفيرين الكبيره مكونه من اربع حلقات بيرول صغيره كل واحده فيهم بتحتوي على ذره نيتروجين، والاربع حلقات بيرول بيرتبطوا ببعض عن طريق ارتباط ذرات النيتروجين اللي فيهم بذره مغنيسيوم مركزيه، فيقوموا يعملوا الحلقه الكبيره اللي انا شايفها امامي دي اللي هي حلقه البورفيرين. ذره الكربون رقم 7 في حلقه البورفيرين اللي انا واقف عليها بالمؤشر دي ومكتوب عليها رقم 7 اهو، بتبقى متصله او مرتبطه ب CH2 وبتنتهي ب COOH، يعني C double bond O OH.
لما تيجي ترتبط بقى مع كل البايثون اللي انا قلت اللي انا محدده داخل المستطيل ده، بيبدا بذره الكربون دي وبينتهي بذره الكربون رقم 20 اللي هي بتبقى CH2OH. ايه اللي بيحصل؟ الاو اتش اللي موجوده في كل البايثون بتفقد الاتش اللي فيها، يفضل اكسجين بس، تبقى ناقصه رابطه. ومجموعه الكربوكسيل اللي هي سي دبل بوند او او اتش بتفقد الاو اتش اللي فيها فيبقى ناقصه رابطه، تقوم تتكون رابط استر ما بين الكربون الكربوكسيل مع الاكسجين المتبقي من الاو اتش في كل البايثون. وبكده بيتكون جزيء الكلوروفيل اللي هو بيكون عباره عن حلقه بورفيرين مرتبطه مع كحول الفايتول. بكده نكون عرفنا ان كحول الفايتول هو عباره عن تدين ثنائي، لان بيكون من ارتباط اربع وحدات ايزوبرين بتخلي هيكله كربوني يحتوي على 20 ذره كربون. وكحول الفايتول هنا بيبقى عباره عن سلسله مفتوحه وليس تركيب حركي، وبترجع اهميته بانه بيدخل في بناء جزيء الكلوروفيل، والكلوروفيل ده احد الصبغات الهامه في عمليه البناء الضوئي. ننتقل الآن بقى للتربينات الثلاثية، والتربينات الثلاثية دي هي اللي بتكون من ارتباط ست وحدات من الأيزوبرين معا لتكون مركب يحتوي على 30 ذرة كربون اللي بنسميه التراي تربينز. يتم بناء التربينات الثلاثية عن طريق اتحاد وحدتين من مركب الفرنسيل بيروفوسات اللي قلنا عليه فيسكو تربين، يعني تربين مرة ونص، فما يتحد وحدتين منه مع بعض زيل لزيل يكونوا لي التربين الثلاثي. وبيتبع التربينات الثلاثية مجموعة كبيرة جدا من المركب المركبات الهامة اللي توجد بصفة خاصة في المملكة الحيوانية، هي نادرة الوجود في المملكة النباتية. ومن التربينات الثلاثية اللي توجد في المملكة الحيوانية الكوليسترول، ده تربين ثلاثي يعني بيكون من 30 ذرة كربون، والهرمونات الجنسية الاسترويدية ومجموعة فيتامين د وبلوكسيدات القلب والصابونين. وسبق أشرنا قبل كده واحنا بنكون عن الليبيدات ان في ليبيدات بتكون خالية من الأحماض الدهنية، لكن بتنطبق عليها صفات الليبيدات زي الهرمونات الجنسية الاسترويدية ومجموعة فيتامين د والكوليسترول. أما التربينات الرباعية فهي التربينات أو المركبات التربينية اللي بيتكون كل منها من ارتباط 8 وحدات أيزوبرين معا يكونوا لي مركب تربيني يحتوي على 40 ذرة كربون. ومن أمثلة التربينات الرباعية في المملكة النباتية صبغات الكاروتونويد اللي هي بتضم مجموعتين كبيرتين، هما صبغات الكاروتينات وصبغات لانثوفيلات. الاتنين بيختلفوا عن بعض إيه؟ تابع معايا. الكاروتينات هي عبارة عن مركبات هيدروكربونية غير مشبعة. يعني إيه مركبات هيدروكربونية غير مشبعة؟ يعني جزيء الكاروتين بيكون من سلة طويلة من ذرات الكربون قوامها 40 ذرة كربون، بتكون مرتبطة بذرات هيدروجين، لكن بعض ذرات الكربون بتكون غير مشبعة، تكافؤاتها الأربعة بتكون غير مشبعة، فبيكون ما بينها روابط زوجية. وتختلف الكاروتينات عن بعضها في درجة عدم تشبعها، أي في عدد الروابط الزوجية اللي بتتكون ما بين ذرات الكربون في سلسلة جزيء الكاروتين. الزانسوفيلات بتختلف بقى عن الكاروتينات ايه؟ هي شبهها من حيث ان هي مركبات هيدروكربونية غير مشبعة، لكن بتختلف عن الكاروتينات في احتوائها على بعض ذرات الاكسجين، يعني ممكن يبقى فيها ذرتين اكسجين او اربع ذرات اكسجين، تمام كده؟ علشان كده الزانسوفيلات هي مشتقات من الكاروتينات عن طريق الاكسدة، يعني بيتم اشتقاقها من الكاروتينات عن طريق اكسدة الكاروتينات. طيب بيكون ازاي بقى الصبغات دي او التربينات الرباعية؟ يعني ازاي بيكون تربين رباعي سواء كان كاروتين او زانسوفيل؟ بيدون عن طريق اتحاد جزيئين من مركب جيرانيل جيرانيل بيروفوسات، لان قبل كده قلنا جيرانيل جيرانيل بيروفوسات ده بينتج من اتحاد اربع وحدات ايزوبرين مع بعض وبيحتوي على 20 ذرة كربون. يبقى عشان يكون لي تربين رباعي في 8 وحدات ايزوبرين و40 ذرة كربون، يبقى يتحد جزيئين من الجيرانيل جيرانيل بيروفوسات معا ديل لديل علشان يكونوا لي تربين في 8 وحدات ايزوبرين و40 ذره كربون. فبيتكون لي مركب تربيني بيحتوي على 8 وحدات ايزوبرين و40 ذره كربون، بتحصل له بعد كده سلسله من التفاعلات النازعه للهيدروجين فيتحول الى كاروتين، ثم كاروتين بتفاعلات نازعه للهيدروجين يتحول للنيروسبورين، ثم النيروسبورين يتحول لليكوبين. وجميع هذه المركبات من الكاروتينات، يعني من صبغات الكاروتينات، وبتكون ذات سلسله مفتوحه غير ثابته، يعني ما فيهاش تركيب حلقي لحد ما يكون التركيب الحلقي في نهايتها وكون الحلقات في نهايتها، وبكده تبقى عباره عن صبغات فعاله. وباكسده الكاروتينات يتكون الزانسوفيلات زي ما هشوف في المخطط اللي عرضه عليكم دلوقتي. احنا قلنا بينزل لبناء الكاروتينات او التربيه
الكربينات الرباعية تكوين جزيئين من الجيرانيل، جيرانيل بيروفوسات، كل جزء منهم بيبقى 4 وحدات ايزوبرين وبيحتوي على 20 ذرة كربون. الجزيئين عندي هنا ده جزيء جيرانيل، جيرانيل بيروفوسات، وده الجزيء الثاني، وكل جزيء فيه 20 ذرة كربون بيرتبطوا مع بعض ديل لديل. الديل قلنا قبل كده ان هو عبارة عن ذرة الكربون الأخيرة اللي هي بتبقى CH2 ومرتبطة بربط الإستر بمجموعتين فوسفات اللي بنقول عليهم بيروفوسات. فبيرتبط جزيئي جيرانيل، جيرانيل بيروفوسات ديل لديل علشان يفقدوا مجموعات الفات البيروفوسات اللي فيهم، ويحصل ارتباط من ذرة الكربون الأخيرة اللي هي CH2 وكل جزيء مع ذرة الكربون الأخيرة في الجزيء الآخر، ويتكون له مركب تربيني فيه 8 وحدات ايزوبرين اللي هو موجود عندي هنا ده، يعني بيحتوي على 40 ذرة كربون. بعد ذلك يحدث للمركب التربيني اللي كون ده تفاعل نازع للهيدروجين علشان يحول الى بيتون. التفاعل ده يحصل ازاي؟ هيجي ينزع ذرتي هيدروجين من على ذرة الكربون دي، ودي كل ذرة كربون ينزع منها ذرة هيدروجين، فتتكون ربط زوجية بينهم زي ما انا شايف هنا، ويضيف ذرتي الهيدروجين اللي نازعهم لذرة الكربون دي ودي، فتتفك الربطة الزوجية اللي كانت بينهم وتبقى ربطة فردية، وكده يتحول المركب التربيني الى بيتون. بعد كده الفيتون هيحصل له تفاعل تاني نازع للهيدروجين، هينزع ذرتي هيدروجين من ذرة الكربون اللي هنا واللي هنا، فيكون بينهم ربطة زوجية اللي هي هنا دي، فيتحول الفيتون الى فيتوفلين. وبعدين الفيتوفلين يحصل له تفاعل تاني نازع للهيدروجين، هينزع ذرتي هيدروجين من على ذرة الكربون دي ودي، كل ذرة ينزع من عليها ذرة هيدروجين، فتتكون ربطة زوجية بين ذرتي كربون دول، ويتحول الفيتوفلين الى كاروتين. الكاروتين بعد كده ممكن يتحول للنيروفلين عن طريق تفاعل نازع للهيدروجين اللي هينزع ذرتي هيدروجين من على ذرة الكربون اللي هنا واللي هنا، يعني كل ذرة كربون هينزع من عليها ذرة هيدروجين، فتتكون بين ذرتي كربون ربطة زوجية زي ما انا شايف كده، فيتحول الكاروتين الى نيروسبورين. هنا بقى شكل تاني بيوضح لي كيفية تحول الليكوبين الى باقي انواع الكاروتينات. الليكوبين ده تربين رباعي، يعني بيتكون من 8 وحدات ايزوبرين وبيبقى فيه 40 ذرة كربون. والليكوبين زي ما انا شايف قدامي اهو، ده التركيب البنائي بتاعه، بيتكون من سلسلة مفتوحة بتنتهي في كل طرف من اطرافها بحلقة مفتوحة. فكيف يتحول الليكوبين الى جاما كاروتين؟ هيتم التحول ده بانه يكون حلقة مقفولة في احد اطرافه فيتحول لجاما كاروتين. الحلقة دي هتتكون ازاي؟ قدام الحلقة المفتوحة هنا فيها ربطتين زوجيتين، فممكن يتم نزع ذرة هيدروجين لذرة الكربون اللي هنا اللي بالنقطة دي اللي بشاور عليها برأسها، وتتنقل لذرة الكربون دي، فتصبح ذرة الكربون دي مشبعة مش محتاجة الربطة الزوجية، لكن هتظل ذرة الكربون اللي هنا غير مشبعة، وذرة الكربون اللي هنا اللي انا خدت منها ذرة هيدروجين هتبقى غير مشبعة، فتتكون ربطة ما بين ذرتي الكربون دول، تقوم تتقفل الحلقة وتبقى بالشكل ده. بكده يبقى تحول الليكوبين الى جاما كاروتين. طيب كيف يتحول بقى الليكوبين الى بيتا كاروتين؟ البيتا كاروتين بيبقى فيه حلقة مقفولة احد اطرافه اللي هي موجودة هنا دي، تركيبه مشابه تماما للليكوبين، ما عدا ان الحلقة المفتوحة في احد طرفي الليكوبين هتتحول لحلقة مقفولة في طرف البيتا كاروتين. يحدث هذا التحول كالتالي، يعني بتتقفل الحلقة اللي موجودة في أحد طرفي الليكوبين لكي يتحول إلى بيتا كاروتين كالآتي: إن يتم نزع ذرة هيدروجين من على ذرة الكربون اللي في الموضع ده، طبعا هي هنا مشبعة لأن مفيش رابط زوجية، يعني مرتبطة ذرة الكربون اللي قبلها بربطة وذرة الكربون اللي بعدها بربطة، ومرتبطة ذرتي هيدروجين بس ذرتي الهيدروجين مش مكتوبين هنا، فلما تتنزع ذرة هيدروجين منهم هتصبح ذرة الكربون دي غير مشبعة، وننقل ذرة الهيدروجين لذرة الكربون اللي هنا فهيحصل لها تشبع، وبالتالي تتفك الربط الزوجية اللي بينها وبين ذرة الكربون اللي هنا دي، هتفضل غير مشبعة، فهيبقى كده في عندي ذرة الكربون هنا غير مشبعة وذرة الكربون هنا غير مشبعة. إيه اللي هيحصل بقى؟ الربط الزوجية دي اللي متكونة بين ذرة الكربون اللي هنا واللي هنا هتتنقل علشان تبقى بين ذرة الكربون ده اللي انا واقف على اسم المؤشر وذرة الكربون اللي نزعنا منها ذرة هيدروجين، هيبقى موضوع الربطة هنا موجودة في الحتة دي، وبالتالي هتصبح ذرة الكربون دي غير مشبعة، ودي ما زالت غير مشبعة بعد ما اتفكت الربطة الزوجية اللي بينها وبين ذرة الكربون اللي هنا، فتقوم الربطة تتكون ما بينها وما بين ذرة الكربون فتتقفل الحلقة وتبقى بالشكل ده. بعد كده البيتا كاروتين ممكن يتحول لألفا كاروتين، وبرده لو بصينا على التركيب البنائي بتاع الألفا كاروتين هنلاقيه مشابه إلى حد كبير جدا للبيتا كاروتين، ما عدا إن البيتا كاروتين بينتهي في أحد أطرافه بحلقة مقفولة وفي الطرف الآخر بحلقة مفتوحة، أما الألفا كاروتين فبينتهي من كل طرف من أطرافه بحلقة مقفولة، يبقى لازم الحلقة المفتوحة في البيتا كاروتين تتقفل عشان يتحول إلى ألفا كاروتين،
القفل ده يحصل ازاي؟ ذره الكربون اللي هنا دي غير مشبعه، واللي بعدها هنا غير مشبعه، عشان كده تكون بينهم رابطه زوجيه، لكن ما زالت مرتبطه بذره هيدروجين. لو اتنزعت ذره الهيدروجين واتنقلت لذره الكربون دهي هتعمل لها تشبع، يبقى ما عادتش محتاجه الرابطه الزوجيه، تتفك الرابطه الزوجيه، لكن ما زالت ذره الكربون اللي هنا دي غير مشبعه، ودي اصبحت غير مشبعه لان نزعنا منها ذره هيدروجين، فتقوم الرابطه تتكون ما بين ذره الكربون اللي هنا واللي هنا، تكونت رابطه ما بين دي ودي، والرابطه الزوجيه اللي هنا راحت قفلت الحلقه وبقت بالشكل ده، وبكده هيتحول البيتا كاروتين الى الفا كاروتين. والان مع اخر مجموعه من التربينات، وهي التربينات العديده او التربينات العليا. وقلنا ان التربينات دي بتتكون من تكاثف واتحاد عدد كبير جدا من وحدات الايزوبرين، اللي بيتراوح عددها من 500 وحده ايزوبرين الى 50,000 وحده على حسب نوع التربين العديد اللي بيتكون. من اهم التربينات العديده عندي البلطه والجوتابيركا والربر اللي هو المطاط، والمجموعه دي كلها بتتشابه في خواصها مع المطاط. المطاط ده بيعتبر من اهم المنتجات الاقتصادية في بعض النباتات، واللي بيستخدمه الانسان في بعض الصناعات، بيبقى موجود في اكتر من 2000 نوع نباتي، لكن بيبقى في معظم الانواع دي موجود بكميات محدودة غير اقتصادية، يعني استخراجها بيكون غير مجدي، لكن بيوجد بكميات كبيرة جدا واقتصادية في عدد من نباتات العائلة المركبة، كومبوزيتي واليوفربيسي والموريسي والاسكلبيديسي، وبيستخرج منها المطاط بكميات طاقية في صناعات عديدة. بتبنى التربينات زي ما قلت من وحدات ايزوبرين يتراوح عددها ما بين 500 الى 50,000 وحدة على حسب نوع التربين العديد اللي هيتكون. وهنا وحدات الايزوبرين بترتبط ببعضها رأس لزين. ازاي الكلام ده؟ جايب لي هنا مخطط اهو بيوضح لي ترتيب وطريقة ارتباط وحدات الايزوبرين في التربين العديد المسمى بالربر اللي هو المطاط، وتربين عديد اخر اللي هو الجوتابيركا. لكن احنا هنركز كلامنا على المطاط على اساس ان طريقه الارتباط بتبقى واحده في الاثنين. هنا جايب لي جزء من سلسله الربر مقسمه الى اقسام، ثلاث اقسام اهم، كل قسم بيمثل لي وحده ايزوبرين. يشوف وحده ايزوبرين بتتكون من ايه؟ بتتكون من 5 ذرات كربون، منهم ذره كربون مركزيه بتبقى مرتبطه بمجموعه ميثايل بربطه فرديه، ومرتبطه بمجموعه سي اتش 2 بربطه فرديه، ومرتبطه ربطه زوجيه بذره الكربون رقم 4 اللي هي بتبقى حامله ذره هيدروجين واحده سي اتش يعني، وذره الكربون رقم 4 مرتبطه بذره الكربون رقم 5 اللي بتبقى سي اتش 2. طب فين بقى الراس وفين الزين؟ الراس بيتكون من ذره الكربون المركزيه ومجموعه الميثايل اللي بترتبط بيها ومجموعه سي اتش 2 اللي بترتبط بها بربطه ثانيه، يعني الراس هنا مكون من 3 ذرات كربون دول، ذره الكربون المركزيه وذره الكربون اللي هي مكونه من مجموعه الميثايل وذره الكربون اللي هي عباره عن مجموعه دي اتش 2. اما الزين فهو عباره عن المجموعه دي اتش 2 اللي توجد في نهايه جزيء الايزوبرين، وعند جزيء الايزوبرين اللي بعد منه مكون من راسه بتحمل مجموعه ميثايل ومرتبطه ايضا بمجموعه سي اتش 2، والرابطه مرتبطه برابطه زوجيه في دي اتش اللي هي ذره الكربون رقم 4، والسي اتش مرتبطه بذره الكربون 5 اللي هي عباره عن مجموعه دي اتش 2. فلما يجي يحصل الارتباط بين وحدتي ايزوبرين بتتكون رابطه ما بين مجموعه السي اتش 2 اللي موجوده في نهايه جزيء ايزوبرين، يعني بتمثل الزيل بتاعه، مع مجموعه السي اتش 2 اللي موجوده في راس وحده الايزوبرين التاليه. فهنا بنقول على الارتباط ده راس لزيل، ويتكرر نفس الكلام في وحدات الايزوبرين المتتاليه لحد ما يتكون التربين العديد. بكده نكون انهينا شرح التربينات بمجموعاتها المختلفه، وإلى أن ألقاكم في جزء آخر مع موضوع جديد، أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ولكم مني خالص تحياتي وأطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.